عليكم اخواتي مرحبا بكم معي جديد في قناتي مطبخ عالم ام مسك اليوم ان شاء الله غنهضر لكم شويه على كل كي كيتو دايت ان شاء الله شنو هو الكيتو دايت هو نظام كيعتمد كي على تناول الدهون في المقابل كنقللوا من الكربوهيدرات الكربوهيدرات هي اللي كتكون في النشويات وكتكون وكتكون في القطاني وكتكون في بزاف ديال الفواكه وكتكون في بزاف ديال الحوايج حيت غنقللوا من التناول ديالها باش نسرعوا عمليه الحرق في الجسم ديالنا وهذا فيجي جيمجي على اساس الفكره ديالو هو تقليل داك الكربوهيدرات يعني الاطباء كينصحوا انك تاخذ اقل من 50 غرام في النهار حيت من بعد ما غيمر اسبوع على اتباعك هذا النظام الجسم ما غيلقاش باش يحرق الانسولين ما غتلقاش السكر باش تحرق غتمشي لنا الدهون اللي مخبيه ها اللي مخبيه شويه في الكرش ها اللي مخبيه شويه في في الارداف ها اللي مخبيه شويه في في داك الجوف ديال المعده كلشي عنده جوف المعده ها اللي مخبي شويه في الفخيضات وكل واحد فين عنده ديك النسبه ها اللي مخبي شويه في في كل واحد فين عنده وهذيك الساعه الانسولين الانسولين ما غتلقاش السكر غتمشي لدوك الجواب وتقول ماجي اجي واحبابي راه هذا السيد هذا ولا هذا السيد هذه راه را كيحماقوا علينا وحيدوا لنا كاع السكر اجي نحرق من داك انكم في 15 يوم غتلقاو تغير كبير في الشكل ديالكم غتلقاو تغير في في البطن في محيط البطن عليها كنصحكم ما تعتمدوش بزاف على الميزان اعتمدوا على المقاسات قبل ما تبداو هذا النظام دي واحد واحد الاسبوع ديال التصبيق ليه انكم بداو تقللوا من تناول السكريات وتقللوا من هذا باش ما يجيكمش ديك الصدمه داك لو دا شوك لان الجسم الا جيتي في واحد يوم ولا ثلاث ايام نقصتي السكر بصفه عامه هذا بحال لا كتحمقيه غيجيك حريقه الراس غتجيك الدوخه غتجيك ما تقديش توقفي ما تقديش ديري رغم ان هذيك بالنسبه للناس الكيتو دايت راه مساله عاديه علاش لأنك تخلي داك الكيتونات تشتغل تخدم حيت الكيتونات حنايا ما كتشتغلش حيت الانسولين طالع عندنا الانس باش كتعرف الانسولين طالع عندك انك غير كتاكل اح شي حاجه حلوه ما تقولوليش حتى وحده فيكم ما كتجيها ولا تا واحد فيكم أبغيت شي حاجه حلوه امم فمي باسل اه ولا لا هو هي الانسولين طالعه اولا غير كتاكل كتبغي تجبد وتنعس هذيك الانسولين طالعه ولا كتلقى السمنه عندك مركزه غير في البطن هذيك تما راه ناقص الخطا طالعة الانسولين طالعه والضغط ملي غنكبرو نفوتو نفوتو واحد ال عام ولا الفوق ولا غير 40 عام الفوق غنلقاو السكري وضغط وضغط الدم القلب وبزاف الحوايج علاش لا ستوب هاد الماكله اللي غتغلبني نغلبها انايا وباش هاد النظام زوين انك يمكن لك دوزو واحد مده 3 شهور توصل الوزن المثالي وغنقلبوا على الاسلوب الحياه باذن الله غنديرو اسلوب حياه الى الى فطرت بالخبز ما نتغداش بالخبز وما نتعشاش بابا غايفو البغرير ولا الكيك ونصوم الاثنين ونصوم الخميس وهكا ربي غيسر الامور دابا هذا دا والفطور ديالي في ال في واحد النهار الكيتو ديالي فطور بسيط عيب ما غتحرموش راسكم ها هو قدامكم الخليع بالبيض واحد الطريف ديال كيري حيت هو اللي مسموح به لان ما فيهش الكربوهيدرات هما البيض عوينات واللي ما عجبوش داك البيض عوينات يديروا اومليت انا كيحمقني هكا كيحمقني الصفار يكون جاري مع طريفات ديال الخليع ودات معاه زويته بلديه ما دارش داك الشحم هذا الخليع دات زويته بلديه وفطور مشبع فطرت مع 11 ماكليت حتى 6 العشيه ومورا ان شاء الله غنوريكم الغداء ديالي ونزيدو نهضرو شويه على الكيتو باش الواحد يقتنع بان الشكل ديالو خصو يكون احسن واحسن ودابا ان شاء الله هذا هو الغدا ديالي كما كتشاهدوا ونزيدو نكملو الهضره ديالنا شويه على النظام الكيتو هما مسموح في هذا النظام هذا الدهون الصحيه الدهون الصحيه بحالهاش بحال اللحوم الحمراء اللحم ديال البقا ولا ديال المعزي ولا ديال الخروف الدواجن الدجاج بيبي البيض والاسماك بجميع انواع ديالها وهذا النظام هذا كيسمح لنا ناكلو الزبده ولكن الزبده البلديه ماشي الزبده ديال البواطات وجميع انواع الجبن سواء فرماش حماس سواء الشيدر سواء اي نوع ديال الفرماش ولكن هادو كيما ما خصناش نفوتو فيهم بزاف كيعطيونا واحد الكرامات معينه في النهار اللي خصنا ناكلوها بالاضافه للخضروات اللي كتكون الكربوهيدرات فيها منخفضه بحال الخضروات الورقيه بحال البقوله بحال بحال لي زيبيناغ صبانيغ ولا المكور الملفوف يعني كاع هاد الخضر هادي الورقيه اللي كيستافد منها اللي كتستافد منها الدات ديالنا وهذا النظام باش فيه زوين وعجبني بزاف يمكن لكم تناولوا المكسرات يعني القرقاع اللوز القرقاع واللوز وشويه الفستاش البيستاش بصحتكم وراحتكم وكاين واحد النوع الفواكه هما اللي خصنا ناكلو بحال الفريز بحال البلوبيري بحال التوت البري يعني كاين بعض النوائل الفواكه الحمراء اللي يمكن المسموح بها باستثناء لي سوريز لي سوريز لا وكذلك يعتمد على على زيت الزيتون ولا زيت جوز الهند يعني ديال الكوكو لكن حنا الاغلبيه كان حنا في المغرب هنا عندنا غير زيت الزيتون وفي المقابل كيمنع لك الروز كيمنع لك القمح بجميع الانواع ديالو بالضراب البطاطا بالسكريات الحلوه المشروبات الغازيه بكلها العصائر الطبيعيه هي والو الفواكه المجففه بحال المشماش البرقوق داكشي كامل ممنوع والمعلبات والايس كريم وكل شيء وبديل السكر كاين واحد السكر سميتو سيفيا يعني دول هو رغم ان الثمن هنا في المغرب زايد بزاف وغال الكميه قليله ولكن ممكن الاستغناء عليه انا اليوم هنا وجدت آه درت آه خياره صغيره حيت مسموح لك خياره واحده في النهار تكون صغيره درت معها الرجله كما قلت لكم ديك المره بخرتها كامله وكناخذ غير شويه كندير مقيله فيها زويته بلديه كندير فيها ديك الرجله كتشحر شويه كندير ديجا دي فيها الثومه كندير فيها غير الملحه وشويه ديال الحار وعصره الحامض وتا كنبغي نطفي عليها عاد كندير فيها الكامون صدقوني كتجي غزاله وبالنسبه لديك لاصوص اللي في داك لو بتي غام كان تما لاصوص هذيك تما شديت غير البصيله نص بصيله صغيوره ماشي تا نص صغيوره قطعتها هي والفلفله شحات البصله هي الاولى تا طاحت زدت على الفلفله حمراء وخضراء غير باش يبقى لو غو ديالهم كروستيون وزدت عليهم واحد جوج معلقات ديال هذا ديال الصلصه البيضاء اللي مسموحه حتى هي القشده الطارية زدت عليها جوج وديتها وجبتها مع شويه المليحه والبزار والثومه بودر شويه واحد جات رائعه ومعها واحد جوج طريفات ديال اعود بلا جيم الله يثبتنا على الشهاده ديال الكوتليت واحد جوج طريفات ديال الكوتليت م... متبلاهم بشويه ملح، الملحه بشويه, بشوية البزار وشويه ديال السكينجبير وواحد نص حامضه ومعها تما الحال كنتمنى ان المعلومات اللي عطيتكم تفيدكم وانتظروني ان شاء الله في حلقة جديدة بإذن الله ومعلومات جديدة وهذه المعلومات راه كناخذها من عند اختصاصيين ماشي غير كنجيو كنقولها وإلى وصفة مقبلة إن شاء الله على قناتي مطبخ عالم أم مسك